أمه هي مش هنا، محتاج حاجة يا بابا؟ راحت فين؟ راحت تجيب الفلوس هي وأدوار. وأنا مش قلت لا؟ ما أنا كنت عامل لها إيه يعني؟ صحيني يا ندى. ما هي حلفتني إن أنا ما صحكش، بس ما تقلقش هي شكلها عارفة بتعمل إيه. بلاش ويا بطولة هي وأدم. أيوة يا أم، تجيبي أدم وتلفي وترجعي على طول. أنا خلاص في الحارة، سيبني بقى أخلص. لو ما رجعتيش أنا اللي هجيلك. قبل ما تخرج من البيت هكون رجعت. وأنت ليه يا أم مصرة تتعبيني؟ ريحني أنت بس وسيبني أتصرف. يلا سلام. يا أم أما ما تخافش، مش هيحصل لهم حاجة، وبعدين أنت لو رحت لهم بالحالة دي مش هتفيدهم بأي حاجة. يبقى أنا أموت وأم وأدهم لا. بس قلبت الحارة حتة حتة ما لقيتش زيتونة، والمخفي جه وفين؟ لا ما تخافيش، ده لسه متلقح في السيت، بس أنا مش عارفة إيه اللي جابك دلوقتي. يا حبيبتي إحنا خرجنا من غير ما ناخد أي حاجة، عايزة أجيب حاجة الواد وحاجتي، أمال هنقعد إزاي؟ طب خلاص هاتي المفتاح وأنا أجيب لك الحاجة. يا حبيبتي أنا أكتر واحدة عارفة أنا عاوزة إيه، وبعدين خلاص بقيت هنا، هلم الحاجة سريع سريع وأمشي على طول. والنبي قلبي مش مطمن. ما تقلقيش. ما تعوقيش يا خالد. مش هقوى. ايه ده؟ تعالي 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 يا وليه، يا انت هنا تعالي. ايه اللي جابك هنا؟ تعالي معي هنا. تعالي 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 تعالي. هو احنا الحين طردناكوا عشان ترجعي تاني؟ انا جايه بس اخد حاجتي انا وادهم ومشي على طول. ليه سبيل؟ البيت ده لي صاحب تستأذني منه. ما كنتش اعرف ان له صاحب جديد. لا لي صاحب. وبعدين انت شكلك كده جايه تسرقيني. وبعدين ايه ده؟ ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ متخفيه؟ عامله فيها حراميه؟ بقول لك ايه؟ انا عايزك تشردي الست دي في المنطقه. ولا بلاش، انا اصور. يا ابني ما يصحش كده، ما يصحش كده. اخلصي يا وليه انت، بدل ما اعلم عليكي وبعدين هصورك برضه. دي شكلها غلبانه قوي. انت مش خلاص عملت اللي انت عايزه؟ سيبني بقى اخش اخد حاجتي. بقول لك اخرسي خالص، مش عايز اسمع صوتك. بقول لك ايه، ما تصورها في فيديو احسن وهي بتتحايل عليك، الصور مش هتبين. تصدقي صح. بقول لك ايه، بصي لي بقى كويس قوي وقولي لي يا معلم زتونه سيبني اخد حاجتي.